اقتل المصري وخبراء بجنيه، اقتل المصري وخبراء بجنيه، وفي براءة بخمسة جنيه وفي براءة بثلاثة جنيه، البراءة زي ما انت عايز في البلد دي، اؤمر خد براءة، البراءة ببلاش في البلد دي. دم ولادنا ملهوش ثمن يا ولاد، قرب قرب، اقتل المصري وخد اتنين ليبي مكانه، اقتل اتنين مصريين وخد ستة سوريين مكانه، قرب 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 قرب، موسم البراءات في دولة المجانين، قرب قرب عندنا، حد يقتل وياخد براءة؟ حد عايز يقتل وياخد براءة؟ يلا المشير ادى تفويض للنائب العام ببراءات لكل اللي يقتل المصريين، قربوا يا جدعان، قرب، مستشفى المجانين فتحت يا جدعان، قرب البراءة، مين عايز براءة يا جدعان؟ اقتل وخد براءة، اقتل مصري وخد براءة، يلا قرب 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 قرب، القتل ببلاش في الميدان، القتل ببلاش في الميدان، دم الشهداء ما بقالوش ثمن يا ولاد، قرب قرب. لو عندك وقت الفلوس بتاع الكلب اللي سافر بره ده، حرام الفلوس اللي سافر بره ده، الكلب بطرس بطرس غالي بتاع الكلب ده، بس هيجي لما يختلوه بره ان شاء الله، عشان الشمس مش جايه، انا عايز الصوره بس. ايوه انزل صح، عايز تعجبها معاها، معاكم انتوا زي القمر وهو زي القمر، ماشي. هم كل ده ولاد الكلب الحرامين. بص بقول لك، هو انا وليد الشيخ. ايوه وليد، ايه انت عامل في الراجل ده؟ الراجل ده انا جايبه، هو ده حسني مبارك، ولبسه بدله الاعدام وعامل له نجمه داوود اللي هي بتاع اسرائيل، عشان طبعا هو دول احد الناس ليه، وكان اكبر حامي ليهم، لبسته بدله الاعدام عشان بنطالب باعدامه ان شاء الله بالقضاء العادل، مش بنقول كده يعني جزافا، ولكن هو ان شاء الله لو اتحكم بقضاء عادل او امام قضاء عادل هياخد 100 اعدام مع بعض ان شاء الله. يعني انت بتحلم اللي هو يتحاكم ويتعدم، فانت يأست من المحاكمات فعامل له يعني كده؟ انا عامل له كده، وبعدين انا بحركه زي ما كان بيحرك الشعب. هو كان يسير الحكم بتاعه بشعار ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. حركه كده ماشي. كما فكرتك ولا حد قالها؟ انا اصلا بقدم برامج في التلفزيون وعامل اوبريت وعندي فريق كبير يعني. ده كبيره الليله كبيره كده يعني ان شاء الله يوم الاحد هبقى موجود على قناه الحكمه الساعة 4 برنامج جيل المستقبل، هيبقى معايا بشار الاسد بنفس البدله دي ان شاء الله، عشان هي هم سايرون على الدرب. كمان انا عايز اقول ان حسني مبارك لم نجني منه الا الفشل الكلوي والسرطان والاوبئه والفقر والبطاله والخيانه والعار والخزي والندامه، هذا هو ما جنينه من مبارك. شكرا نعم. ايه الرسومات ديت؟ بتدل على ان دلوقتي النظام لسه زي ما هو بيحرك، بس من ورا الستاره او عامل مصلحه بيحرك من وراها. مين هم؟ نعم. معروفين موجودين. انا عايز اعرفهم مين هم؟ معروفين كتير يعني. مش عايزين اسماء يعني ولا ايه؟ هم معروفين غير ما مش محتاجه.